يقول المؤرخون لم يمض القرن الأول من الهجرة، والمسلمون دخلوا مصر سنة 15، لم يمض القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. لماذا؟ لعدل الفاتحين، لجمال خلق الفاتحين. قارن بينهم بين الرومان فتضح لهم أن الفارق كبير وكبير جدا بين الرومان وبين المسلمين، فدخلوا في دين الله أفواجا. المسلمون أنقذوا المصريين من ظلم الرومان، فلذلك جمال خلق الفاتحين، عدل الفاتحين، روعة تعامل الفاتحين أغرت الناس في مصر على الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. ففي 80 سنة تحول غالب أهل مصر إلى الإسلام، بينما في 132 سنة من حكم الفرنسيين في الجزائر ما دخل إلا قليل وقليل جدا في النصرانية، وبقيت الجزائر 99% والأكثر وإلى الحمد مسلمة ومسلمون. الغزوات التي حدثت في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، الحروب التي خاضها المسلمون بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كلها دماء وأشلاء، هل انتشر الإسلام بالسيف؟ أنا سأقول لك، أليس الأمريكان هم الذين دمروا العراق ولا زالوا يدمرونها؟ بلى. أليس الأمريكان هم الذين يدمرون العالم؟ ماذا صنع أهل البوسنة والهرسك بالمسلمين هنالك؟ سلم يا رب. ماذا صنع الملاحدة؟ ماذا صنع هتلر مع خصومه؟ ذبحوهم. ماذا صنعوا في الحروب العالمية التي يقودونها؟ إما أن تمشي على منهجهم وإما أن يذبحوهم. مش عارف يعني يبقى زي هتلر، يعني نقتل ويبقى يبقى احنا قتلنا اشمعنى؟ طب هتلر قتل، مش ايه المنطق الغريب ده يعني؟ لكن وانا بقول فتح مصر كمان، لان مصر ما حصلش فيها حروب، مصر فتحت صلحا، ولقباط في مصر ايدوا عمرو بن العاص تماما وتواطؤوا معاه كمان ضد الرومان، والرومان فعلا كانوا في روم في حاله من التعذيب والاضطهاد للأقباط في مصر، إلى درجة أنه عصر يعني الشهداء في مصر هو العصر اللي فيه اضطهاد من الروم رومان للمصريين الأقباط. وفي 10 سنين في 350 ألف قبطي، بنتكلم على تعداد مصر أياميها 4 مليون، قتلوا اضطهادا ومطاردة من الرومان. كل ده كلام سليم، لكن لما اروح الناحيه الثانيه بقى، يعني يا شيخ انت ما قريتش ان بعض الخلفاء والامراء في مصر كانوا بيجبروا الاقباط على ارتداء صليب خشبي يجر على الارض، يعني الخشب ماشي كده؟ ما قريتش؟ ما تعرفش؟ في هل دول تعبير عن الاسلام؟ لا، ده تعبير عن ظلم حكام في توقيت ما وثورات مصريين أقباط ضده، إنما لا يمكن يكون الواقع بالطريقة اللي بتتقدم المثالية. ما تقولوا كل حاجة، ما تقولوا الحقيقة كاملة.